نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا رسالة يا شيخ من أخينا عبد العليم من الجزائر، هو كرر إرسالها يا شيخ وأصر على أن هي ليست هي مشاعر من إخواننا هناك. هو يقول باسمي كل الجزائريين الذين حجوا هذا العام، يشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين ويشكر جميع العاملين في الحج على ما قدموه، ويحمد الله على نجاح حج هذا العام. يقول وجدنا، هو ذكرنا وجد هنا من كريم الحفاوة وحسن الاستقبال، يشكر العلماء، يشكر جميع العاملين، يشكر حكومة المملكة. كان لكم من تعليق شيخ؟ أولا جزاه الله خيرا، هذه المشاعر الطيبة التي ذكرتها ونقلتها عن الأخ عبد العليم هي مشاعر مئات الألوف من المسلمين الذين قدموا على هذه البلاد المباركة وشهدوا هذا الموسم الكريم الذي تعرضوا فيه لبر الله عز وجل وإحسانه. فما أن يصل الحاج إلى هذه البلاد إلا ويجد من الحفاوة والاستقبال الحسن ما يترجم ما تصبو إليه القيادة وفقها الله من إكرام ضيوف الرحمن وتسهيل ما جاءوا من أجله. فالجميع من يخدم الحجيج من مدنيين وعسكريين وفي كل المجالات والقطاعات يبذلون غاية جهدهم وقصارى ما يستطيعون لإكرام هؤلاء الذين تركوا بلدانهم وجاءوا لهذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. ويتولى ذلك رجال هذه البلاد المباركة وحتى نساء هذه البلاد المباركة يشاركون بكل ما يستطيعون في خدمة ضيوف الرحمن، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسدده وأيده، وكذلك ولي عهده الأمير محمد بن سلمان سدده الله ووفقه، وجميع المسؤولين من الأمراء والوزراء على اختلاف جهاتهم يبذلون قصارى جهدهم، وكذلك رجال الأمن ورجال الصحة ورجال العلم والفكر وعامة الناس في توافق والتئام واجتماع لتحقيق هدف واحد، وهو أن يتم الحج على أكمل صورة وأيسر وجه يحقق فيه هؤلاء الذين جاءوا من أصقاع الدنيا مقصودهم ويرجعون إلى بلادهم وقد نالوا مطلوبهم من قضاء النسك والسلامة والأمن الذي وفره الله تعالى وسدده على أيدي هؤلاء الرجال القائمين على هاتين البقعتين الشريفتين. ومثل هذه الشهادات وغيرها كثير، نعم، يكذب تلك الدعاوى المغرضة والشهادات الكاذبة والاصطياد في الماء العكر الذي تمارسه قنوات وتمارسه أحزاب وتمارسه دول لها أغراض وتريد أن تجعل الحج موسما لتصفية الحسابات ورفع الشعارات السياسية وتمزيق الأمة وتفريقها. ولله الحمد نشهد هذا الجمع الكبير المختلف في لسانه، المختلف في أعرافه وعاداته، المختلف في بلاده، يجتمع على نحو من الائتلاف الذي تذوب فيه كل الفروقات، فلا شعارات سياسية مفرقة ولا أحزاب مشرمة ولا دعوات مشتتة، بل النداء واحد والقصد واحد والعمل واحد، فالتلبية هي لسانهم والإحرام وأداء المناسك هي شعارهم والتوجه للعبادة وتعظيم الله عز وجل هو عملهم، وهذا من نعمة الله تعالى. والدولة وفقها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وفقهما الله وسددهما منذ تأسيسها وفي عهد خادم الحرمين الشريفين تؤكد على هذا المعنى أن الحج عبادة،
أن الحج طاعة، أن الحج ركن ليس محلا لأي نوع من أنواع الاستفادة السياسية أو الشعارات التي تفرق الناس وتذهب هذا المنظر البهي والاجتماع الذي يشاهده العالم على مدار الساعة في التئام واجتماع وائتلاف. وكل الوزارات قدمت جهدها سواء الأمنية أو الصحية أو الخدمية بشتى صورها، وكذلك العلمية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية، فكانت رائدة في تقديم ما تقدم الخدمات، وإنما خصصتها بالذكر لأني كنت أحد المشاركين ضمن توعية الحجيج في وزارة الشؤون الإسلامية، فشهدنا من وزيرها المبارك الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وجميع المسؤولين البذل والجهد المتواصل لإنجاح هذا الموسم وتحقيق ما ينشده ولاة أمرنا وفقهم الله في تبصير الحجيج وإجابة أسئلتهم وتعليمهم وتعريفهم ما يحتاجونه في هذه المناسك. فجزى الله الجميع خيرا، وأسأل الله تعالى أن يسدد ولاة أمرنا وأن يوفقهم لما فيه الخير وأن يقطع عنا كل دعاوى المغرضين وأن يكفينا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. والشكر موصول لكل من شكر هذا الإحسان، فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكر المملكة قيادة وشعبا على ما تقدمه هو مما يندرج في شكر الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزاهم الله خيرا، وما لهم عند الله بما بذلوه أعظم وأكبر من كل ما يؤمله الناس من ثناء وشكر. أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. يعني الآن من يتأمل في وجوه العاملين يا شيخ في الحج وقد أعياهم التعب وأنهكهم، يقرأ في وجوههم يا شيخ أنهم يقولون يعني يقدمون هذا العمل وهم فرحين، يقدمونه ويرون بأنه هو من أوجب الواجبات، يعني دون تفضل أو منا أو أذى يلحق بأي أحد من ضيوف الرحمة من هؤلاء الحجاج. نعم بالتأكيد، ولذلك تجد أنهم يعملون فوق طاقتهم وأكثر مما يطلب منهم. يعني رجال الأمن ليسوا مسؤولين عن ترطيب أجواء الحجيج وحمل المحتاج منهم، هذه خدمات ليست من الخدمات التي أنيطت برجال الأمن، لأن رجال الأمن بكل قطاعاتهم مسؤوليتهم تنظيم السير، إزالة العوائق والعواثر، حفظ أمن الحجيج. لكن نجد منهم جزاهم الله خيرا هذا التفاني في خدمة الحجيج بحملهم ورعايتهم والحنو عليهم، وهذا شيء يفوق الوصف، لا يمكن أن يقال هذا تصنع. لو كان تصنعا لكان في زاوية أو في مكان أو تحت كاميرات المراقبة، لكن هذا حس تلقائي نشهده بلطفهم وحسن معاملتهم التي يشهد بها الجميع وترصدها العين الخفية التي تأتي في مواقف عفوية، فتشهد مثل هذه المواقف النبيلة التي تترجم ما في نفوس هؤلاء جزاهم الله خيرا من تفاني في خدمة الحجيج، وهو بالتأكيد يترجم ما عليه هذه الدولة من غاية الحرص على هاتين البقعتين الشريفتين وإكرام من يزورهما قاصدا تعظيم الله عز وجل، وأيضا يترجم ما تتواصى به ما توصي به القيادة من حسن وفادة هؤلاء والقيام على حوائجهم. فأسأل الله العظيم أن يجزي خيرا كل من بذل في خدمة حجاج بيت الله، وأن يدفع عن هذه البلاد كل سوء وشر، وأن يمكن لها، وأن يوفق ولاة أمرنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجزي رجال أمننا ورجال الدعوة ورجال الصحة وسائر من شارك في خدمة الحجيج بأي نوع من المشاركة أن يجزيهم خيرا على ما قدم. اللهم آمين، وأن يجزيك أنت أيضا يا شيخ خيرا على أنا معهم هذا التعليق. إن شاء الله.